عسلامة. أنا رحمة، مغرومة من صغري بالفلاحة. أقريت في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، ونقوم حالياً بتنشيط دورة تكوينية في إطار برنامج مدرسة المستثمر الفلاحي FBS. أقريت قطعة أرض نستثمر فيها. السلام عليكم، قد منكم روحي. أنا الفلاح، ورث طبة أرض نفلح فيها كما كان يفلح جدودي. أنا ورحمة جيران، بارك الله فيها، تعلمت منها بارش حاجات صلحت لي الخدمة. خويا الفالح، تعرفش طريقة قيس مساحة الأرض اللي تستغل فيها؟ أرضي جات مستطيلة الشكل، نقيسها بالخطوة. الطريقة هذه ما تعطيكش القياس الصحيح، يلزم تقيس مساحة أرضك باستعمال شريط القيس المترو. تعرفش علاش؟ على خاطر إذا ما قستش مساحة أرضك كما يلزم بشريط القيس المترو، ما تنجمش تضبط كمية البذور والأسمدة والمبيدات اللازمة، وهذا ينتج عليه نقص في المداخيل وزيادة في المصاريف. أما إذا كانت قطعة الأرض ماهيش مستوية، وقتها اتعاون روحك بجهاز GPS، اللي هو أكل جهاز الخاص ذاك لقيس المواقع به. وكيفاش تقيس كمية العلف المركب الكونسنتري اللي تعطيها للحيوانات متاعك؟ والله نقيسها بسطل ولا بحكة؟ الأحسن تقيسها بالميزان، على خاطره مضبوط أكثر. معرفتك في القياسات تعاونك في ضبط الكميات اللازمة. باهي خويا، تعرفش كيفاش تعرف تحسب المصاريف والمدخول متاعك حتى تعرف كوعك من بوعك؟ بصراحة أختي رحمة، الموسم اللي تعدى ما كانش باهي، خسرت فيه. اي، وكيفاش حسبت تراه؟ دمغي أختي رحمة، كيما يعملوا جدودي. أما هكاك راهو ما تلقاش روحك، يلزمك تقيد وتحسب المداخيل والمصاريف الكل كاينك في شريك، ومن بعد ما تضبط المصاريف والمدخول متاعك بالكالكولاتريس، تطرح المصاريف من المدخول باش تعرف شنو ربحت وشنو صرفت، ووقتها تفهم روحك. يلزم الدخل يغطي الخرج ويفضل المربوح، وهذا الكل بشدين الحساب خويا الفالح. معناتها يحب يقول الواحد يلزم يكون عنده كومباس. هذا هو خويا الفالح. بعد ما نعرف رواحنا ربحنا ولا خسرنا في خدمتنا، وقتها نفكروا كيفاش نصلحوا ونختاروا طرق أخرى باش نكثروا من الإنتاج ونزيدوا في المربوح. مثلا إذا كان المنتوج الغذائي اللي حشتنا به يتكلف أكثر من اللي نشريوه من السوق، وقتها نشريوه خير. أما إذا كان المنتوج متاعنا يتكلف أقل من سعر السوق، وقتها نعتبر رواحنا ربحين. إيه، وكيفاش نعرف السوم اللي نبيع به في السوق؟ هاني باش نقولك. بعد ما تحسب قديش تكلف المنتوج متاعك، تضبط السوم اللي تبيع به واللي يغطي المصروف ويفضل المربوح. وإذا نلقى روحي خسر اش نعمل؟ وقتها لازمك تشاور وتبدل طريقة الإنتاج وتستعمل التقنيات الجديدة باش تحسب المدخول. ناخذو مثال الحليب، يلزم تعرف شنو توكل البقرة متاعك، وما تكثرش من الكونسنتري اللي هو غالي وما ينفعش كي تعطيه بكميات كبيرة، وتبرد الحليب في 4 درجات حرارة اللي به الفايدة التخطيط، وتعمل حساباتك قبل بداية الموسم باش تعرف شنو تنتج وإيش يلزمك من تقنيات. والأهم من هذا الكل، ديما تشاور أهل الاختصاص، فلا خاب من استشار يا سيدي. الله يرحم من قرى ورى أختي رحمة، يعطيك الصحة. جرتنا دايرين بها وبيا، جرتنا دايرين بها وبيا، جرتنا دايرين بها وبيا.